لاعبين جدد، لكن الرجل عم يعني مباريات وديه، ما في شيء يعني تنافسي. هل انت شايف انه في حدا كان لازم يروح او حدا لازم يبقى؟ اول شيء ابو كرم يجب ان نحترم اختيارات المدرب، يجب ان نقف مع اللاعبين الموجودين ونحترم رايه ونحترم اختياراته، ومن ثم نطالب بمحاسبته. هو المدرب هو المعني بالاختيارات. نعم. هناك اسماء غابت، هناك اسماء حضرت. في كل الاحوال عندما يكون اللاعب حاضر بشعر المنتخب يجب ان نترك النقد حسب الميول، حسب الانديه. هذا منتخب المملكه العربيه السعوديه، من ينقد او يقلل من لاعب او يطالب بلاعب، المدرب له وجهه نظر يجب ان تحترم، انما احنا مدربين. انا اتمنى في لاعبين موجودين، لكن لست يعني اعلم من المدرب، فاتمنى احترام اختياراته. نعم. وان شاء الله التوفيق للجميع. عمار، اختيار جامايكا يعني فريق مع انه عاده بيلعبوا مباريات قويه كثير، والان الناس حتتنقل وتسافر لا مصطفى، انت الفيفا دي اول شيء عم يلعبوا الفرق الاوروبيه كلها عندها بطوله الامم الاوروبيه، ما عم يروحوا امريكا اللاتينيه كلهم عم يلعبوا. كان عندك اختيار من اسيا او الناس اللي افريقيا عم يلعبوا كمان، وما عندهم افريقيا كمان عندهم. نعم. فخياراته اكيد كثير 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 قليله. موضوع اختيار اللاعبين للمنتخب دائما هو حاله جدليه، بس انا برايي هلا بالسعوديه بالوقت الحاضر انت عندك منتخبين عم يستعدوا لاختيارات، انت اخذ لك في ناس مصابين وعندك عالم مصابين. بس اذا بنشوف مصطفى الارقام، يعني اذا بتحكي على 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 عدد، انت في كل نادي سعودي عندك 6 لعيبه اجانب مع الحارس، يعني انت عندك 4 أو 5 لاعبين سعوديين عم يتواجدوا في ارض الملعب، عندك 16 نادي، يعني عندك انت تقريبا 65 ل60 لاعب في كل المراكز عم تقسمهم على منتخبين. يعني ما كان عنده صعوبه انا برايي رينار حتى يختار لعيبه. يعني انت اليوم تشوف المنتخب الاسماء ما عم يلعبوا، هتان بهابري، حسين مقهوي، عبد الله الحمدان، تركي عمار، بس لعيبه قال لعيبه كره قدم. يعني انت مثلا بس من 5 انديه كمان اخذ اللاعبين. فانا برايي ما كان في حاله جدليه، انا برايي رينار بالاتفاق مع كابتن سعد الشهري مقسمين الموضوع، امور كانت واضحه وسهله كثير. طيب راح نروح لفاصل اول من الاعلان، بعده راح نتابع جرده المرحله الرابعه من دوري كاس الامير محمد بن سلمان، من هو الرابح الاكبر والخاسر الاكبر ومدرب المرحله ولاعبه وحارسه وجدل التحكيم.